مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. طبعا في البداية بعتذر ان انا ما كنتش متواجد مع حضراتكم امبارح لان كنت بتشرف بالتواجد في حفل تكريم من قبل وزارة الشباب والرياضة بجائزة التميز في الاعلام الرياضي، وكنت سعيد جدا بالفوز بالجائزة دي، وهي جائزة رسمية زي ما حضراتكم شايفينها كده. في الحقيقة يعني في الحقيقة الاعداد هم اللي صمموا ان احنا نطلع بالدرع نفسه، عمرو فهمي زميلي العزيز وبيبو طبعا مخرجنا الكبير، هم المصممين ان احنا نطلع بالدرع ده. انا ما كنتش حابب كده في الحقيقه، لان البرنامج ده دايما بيبقى مخصص للجماهير ومخصص للناس اللي بتتفرج على القناه، لكن ده ايضا مش تكريم ليا انا بس، ده تكريم ليهم هم كمان، لان كلنا بنتعب مع بعض وكلنا بنشتغل مع بعض عشان نطلع حاجه كويسه لجمهور النادي الاهلي العظيم وجمهور الكره المصريه بشكل كامل. فانا سعيد طبعا بالجائزه دي لان هي جائزه رسميه ومبسوط قوي، والجائزه دي اكيد لولا فعلا جمهور النادي الاهلي بعد ربنا كان ممكن يبقى صعب، لان دايما بيبقى جمهور النادي الاهلي، اي حد جمهور النادي الاهلي بيسنده لازم هينجح. فانا بفتخر دايما ان انا اهلاوي، بفتخر دايما ان انا بنتمي لقناه النادي الاهلي، بيتي، انا اتولدت في القناه دي وخدتها خطوه، كنت تريننج مراسل دلوقتي مذيع، بتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان هو يوفقني ان انا استمر في هذا المجال واستمر في يعني تقديم شيء يسعد كل جمهور النادي الاهلي، واحنا دايما بنحاول نتطور من نفسنا ونطور من البرنامج بشكل مستمر. عايز اهدي الجائزه دي طبعا لكل اللي موجودين في القناه، واكيد الدكتور محمد العدل رئيس قناه النادي الاهلي، وعدد كبير جدا من الناس اللي سندوني على مدار مشوار حتى الان هو قصير جدا، انا لسه ما عملتش اي حاجه، ناس كتير جدا منهم طبعا الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، استاذ ايمن بدره مدير البرامج في القناه، استاذ محمد القوسي ايضا رئيس تحرير البرامج، زمايلي عمرو فهمي، كريم صلاح، بيبو مخرجنا الكبير، ناس كتير في الحقيقه عايز اشكرهم كل اللي ساعدنا وفي القناه دي وساهم في ان احنا نوصل للجائزه دي، لان القناه الجائزه في الاخر بتبقى لقناه النادي الاهلي. الواحد دايما ما بيبقاش عارف يتكلم في المناسبات دي، لكن في كل الاحوال نشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون في ظهرنا. طيب عايزين طبعا في البدايه او في اخر كلامي في الجزئيه دي بتاعتي دي عايز اذكر زميلي العزيز عمر ربيع ياسين اللي كان مكاني امبارح في برنامج كلام في الميديا، بشكره شكرا جزيلا طبعا على تواجده. عايز اعزي في وفاه نجم الكره المصريه ونجم نادي الزمالك كابتن علاء علي اللي توفى، كان خبر مفاجئ جدا بالنسبه لنا كلنا، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، عن عمر يناهز 31 سنه، واضح ان هو اكيد كان بيعاني من مرض ما وما كانش حد يعرف، لكن كانت مفاجاه كبيره على كل عشاق الكوره في مصر، لانه كان لاعب مميز في الحقيقه، لعب في نادي الزمالك، لعب في بتروجيت في طلع الجيش، وكان لاعب مميز وكان لاعب كويس جدا، لكن عمره وقدره ومعاده ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في فسيح جناته. بنعزي كل جمهور نادي الزمالك، بنعزي انفسنا طبعا، وبنعزي كل جماهير الكره المصريه، ربنا رب يرحمه ويغفر له باذن الله. نشوف اهم العناوين، يلا. الاهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحه. أجايي وأزارو ينتظمان في التدريبات خلال 48 ساعه. فحص طبي لأحمد الشيخ وحسين السيد. الأهلي لم نتلقى أي إخطار بتأجيل مباراة النجم الساحلي. الليلة المنتخب الأولمبي يواجه غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما. اليوم صلاح ينضم لتدريبات المنتخب لأول مرة تحت قيادة البدري. قناة الأهلي ومتابعتكم النهاردة طبعا، يعني يمكن عرس صحفي رياضي كبير جدا مكمل لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة. احنا
في الحقيقة يعني توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس إن انتقاء الموهبة وتطوير قدراتها، كمان التنمية البشرية واستراتيجية بناء الإنسان المصري، دي كلها مقومات خرج منها فكرة في الحقيقة الأستاذ محمود شوقي، يعني هم ملقبينه بالشاب صائد الجوائز. جه يتكلم معانا في الفكرة، لينا رؤية في وزارة الشباب والرياضة، الفكرة المبدعة بنقول لصاحبها تعالى أنت تبقى مدير مشروع بتاعها تنفذها. في الحقيقة انطلقت من هنا، بدأنا إن احنا نحطها في برين ستورمينج ومجموعة نفكر مع بعض كلنا، عصف ذهني، وبعدين يعني زي علوم الإدارة بتقول كده ثينك تانكس، نحطها في مجموعة أكبر، قدرنا إن احنا نوصل لمنهجية محصلتها عشان ما نتكلمش فيها خطوات كتيرة. يعني النهاردة كان حاجة جميلة جدا مبدعة، كمان الجانب الاجتماعي منها عالي جدا، نلتقي بالأجيال المختلفة بالشكل ده، حاجة يعني إن شاء الله تكمل ونطورها، ونعمل اجتماع تاني للقيادات اللي موجودة ولجان التحكيم المختلفة وأجيال مختلفة، ونقول لهم ونسألهم ونجيب كمان اللي فازوا وعلى مراحل مختلفة عشان محمود معانا، ونبدأ نسأل أسئلة أهمها الخطوة التالية إيه؟ هنطور الفكرة إزاي؟ لان لازم تكون الفكره دي فكره منافسه لاي جائزه تانية على مستوى المنطقه، ان شاء الله تكون افضل واكبر باذن الله. مبسوط جدا جدا ان انا بتكرم النهارده بتكريم رسمي من الدوله من وزاره الشباب والرياضه، وحاجه بالنسبه لي انا بفتخر بيها جدا، وبتديني دافع ان انا ابقى افضل وابقى افضل عشان اتطور بشكل اكبر. انا لسه ما عملتش حاجه خالص، انا عندي طموح كبير جدا جدا في الاعلام. طبعا بشكر ربنا في الاول وفي الاخر، واهلي اللي هم وقفوا جنبي كتير جدا، وناس كتير جدا ساندوني في المهنه دي. ابتديت كنت تريننج كمراسل الاول، واللي اداني الستيب ده كان الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، وبعد كده اللي اداني الدفعه بشكل اكبر وشكل قوي جدا مع الاستاذ جمال جبر كان المهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم منيسي في حلقه من الحلقات كده ملك وكتابه، وانا مراسل اشادوا بيا بشكل كبير. ده اداني دافع كبير قوي ان انا ابقى افضل وان انا اوصل لاهدافي اللي لسه ما حققتهاش خالص. بس طبعا في ناس كتير جدا انا عايز اشكرهم ومش عايز انسى حد. استاذ ايمن بدره اول من دخلني الاستوديو في القناه، بعديها باسبوع جه استاذ خالد توحيد الله يرحمه، الدكتور خالد توحيد الله يرحمه صدق على القرار، يعني الراجل اتفرج وخد القرار ان امير يفضل موجود في الاستوديو، ربنا يرحمه يا رب، ليه فضل كبير ايضا عليا. كابتن احمد شبير من الناس اللي ادتني دافع كبير جدا في المهنه دي برده، فانا مبسوط قوي. ولازم اوجه كل شكر طبعا لجمهور النادي الاهلي بشكل كامل، لان قناه النادي الاهلي دايما وراها جمهور، وان اي حاجه بتشيل اسم النادي الاهلي بيبقى ليها جمهور، الجمهور ده اللي بيكبر اي حد طبعا، ده شيء مفروغ منه. وشكر خاص لقناه النادي نفسها، لان انا اتولدت في القناه دي وبسببها يعني ممكن الاسم بتاعي يبقى معروف شويه، لكن ان شاء الله باذن الله انا عندي اهداف كتير باذن الله احققها باذن الله. بص انا عايز اشكر كل زمايلي اللي في القناه كلهم، انت فاروق، في ناس كتير جدا زمايلي المراسلين اللي انا كنت معاهم مقدمين البرامج الموجودين دلوقتي، طبعا في قيمات كبيره جدا كمقدمين برامج احنا بنتعلم منهم موجودين سواء في القناه او بره القناه، الواحد دايما بيبقى عايز يتعلم ويتطور، ده شيء مهم جدا. برنامج كلام في الميديا انا بالنسبه لي كنت باخد يوم واحد في الاسبوع، واحده واحده ربنا اراد ان انا اخد البرنامج كله. يعني دكتور محمد العدل لازم اشكره، لان الراجل بينتقدني كتير جدا، فانتقاده ده بجد بيديني دافع قوي، وهو لما بينتقدني بيبقى عايزني ان انا اتطور وان انا ابقى افضل، فانا ايضا بشكره. ولازم اشكر كل زمايلي، استاذ محمد الوسي، استاذ ايمن بدره، كمان فريق الاعداد اللي معايا في برنامج كلام في الميديا ليهم دور كبير قوي، عمرو فهمي، كريم صلاح، نادين، احمد عبد القادر، ساره، احمد شهاب، ناس كتير جدا بيتعبوا في البرنامج ده، واحنا دايما بنبقى نفسنا ان احنا نعمل حاجه تبقى كويسه يلبست منها المشاهد الاهلاوي ونشاهد الكوره واللي بيحب الكوره بشكل عام في مصر. يعني احنا امام جائزه شبابيه 100%، وزاره الشباب والرياضه بتكرم الشباب اقل من 40 سنه، اول مره تصدر جائزه صحفيه واعلاميه للشباب في مجال الشباب والرياضه في مجال الاعلام الرياضي. احنا امام حاجه فريده من نوعها. الحمد لله تحمست الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ودكتور المحترم أشرف صبحي للفكرة من بداية المشوار. وصلنا النهاردة إلى اليوم الختامي ويوم التكريم، وأنت شايف الفرحة عاملة إزاي بين المكرمين واللي فايزين. كمان ما نسيناش الرواد، كرمنا الرواد، وكمان من فقدناهم في الفترة الأخيرة أستاذ خالد توحيد والمعلق محمد السباعي، كرمناهم بشكل يليق بهم بشكل كبير، إلى جانب كبار النقاد الرياضيين والصحفيين أعضاء لجان التحكيم اللي أصلوا الجائزة بوجودهم، قامات كبيرة جدا. طبعا المسرح كان مرعب
على حد تعبير الوزير النهارده في وجود هذه القامات الصحفيه والاعلاميه الكبيره. انا فخور بما حدث وبشكر الوزير طبعا لتحمسه للفكره وللتنفيذ، والوزاره تعبت كتير جدا للحين خروج الموضوع للنور. ببارك للزملاء الاعزاء، كل جهد يكلل بالنجاح بينسيك كل اللي فات. احنا تعبنا بجد في الجائزه دي وبذلنا جهد محترم، والحمد لله الفرحه اللي في الوجوه وفي العيون منسيانا اي جهد، الحمد لله. بتهزروا بصراحه، بتهزروا بيبو وعمرو فهمي، انتوا بتهزروا يعني. انا اتفاجئت فعلا بالتقرير، مش انا اللي هقدم يعني، مش انا هقدم نفسي يعني. في كل الاحوال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فطبعا يكون ان احنا مضطرين بعد التقرير ده ان احنا نتكلم في الجزئيه دي تاني، ان الواحد يكون متواجد وسط قامات كبيره جدا، لجنه كبيره قوي فيها اسماء مميزه وليها تاريخ كبير في الاعلام الرياضي، ان هي تختار سواء انا او زمايلي الاعلاميين اللي فازوا بالجائزه. فدي كلها حاجه كبيره جدا وسام على صدر كل واحد، وبتدل على اهتمام الدوله بالشباب، وده جزء مهم قوي ان الدوله تكون مهتمه بالشباب بالشكل الجميل ده والشكل المبهر ده. فده بيبقى دافع لكل واحد، انت لو قاعد في البيت عندك حلم اشتغل عليه، ما فيهاش اي مشكله، ان شاء الله ربنا هيوفقك ويكرمك، وده هيبقى شيء كويس جدا. استاذ طبعا مكرم محمد احمد، قيمه كبيرة جدا جدا، كان متواجد على المسرح بجوار طبعا سيادة الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلها جوانب مهمة جدا. أهم جانب بالنسبة لي كان في الحفلة امبارح هو تكريم الراحل الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي السابق، واللي في الحقيقة كان ليه دور كبير أيضا جدا جدا، سواء معايا أو مع عدد كبير قوي من الشباب في الوسط الرياضي، ودور كبير جدا في قناة النادي الأهلي على مدار سنوات عديدة وفي الإعلام الرياضي بشكل عام. ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ابنه علي هو اللي استلم هذه الجائزة. كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله لينا، ويكون حلفنا إن احنا نقدم حاجة تكون أفضل، وكل الشباب اللي لسه بيبتدوا حياتهم في الإعلام الرياضي، وإن شاء الله يكونوا موفقين دايما في كل أهدافهم. طيب نقفل بقى القصة دي، وحد يجي ياخد الدرع ده عشان نكمل حلقتنا ونتكلم في الاهم اللي كل جمهور النادي الاهلي بيبقى مستنيه دايما، واخبار فريقنا العظيم واخبار النادي الاهلي طبعا كنادي وكيان كبير جدا. عايز ابتدي بالفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، واللي بيستأنف تدريباته النهارده، تدريبات مهمه بعد راحه 4 ايام بعد رحله دبي، ومعسكر كان ناجح ومميز بالنسبه للاعبين وللجهاز اللي فادي العديد من الجوانب اتكلمنا فيها قبل كده. لكن الاهم دلوقتي ان انت داخل على مرحله ثانيه من الاعداد، المرحله الثانيه دي هتكون اكثر اهميه من معسكر دبي عشان نبقى متفقين مع بعض. ليه؟ لان هي بتسبق مباشره المشاركات الرسميه، المباريات الرسميه اللي بتتمثل اول مباراه عندك باذن الله تعالى مع الجونه يوم 25، والمباراه الثانيه اللي هتكون مهمه قوي وانطلاقه جديده في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال دور المجموعات مع فريق النجم الساحلي هناك في تونس في ملعب رادس. فبالتالي استعدادات قويه جدا النهارده، البدايه لهذه الاستعدادات، اجتماع للجهاز الفني مع اللاعبين، الجهاز الفني وما بينهم وما بين بعض كمان يحطوا الخطه للمرحله اللي جايه. فكل دي امور مهمه. التجمع كان في النادي الاهلي في تمام الساعه 3 عصرا، والمران ابتدى في تمام الساعه 4 عصرا. هنحاول نجيب مراسل معانا مداخله، لكن هتبقى فيها صعوبه شويه، هقول لكم ليه. السبب ليه؟ لان القرار اللي حضراتكم عرفتوه ان في زي ستاره حوالين استاد مختار تيتش اثناء تدريبات النادي الاهلي، فهيبقى في صعوبه نوعا ما ان المراسل يتابع طبعا المران فيقول لنا كل الجديد. الجزئيه دي هنحاول نعالجها الفتره الجايه، نتواصل مع كابتن سيد عبد الحفيظ ويشوف حل الموضوع ده، لان مهم قوي عند جمهور النادي الاهلي ان هو يعرف كل الجديد الخاص بالفريق. كمان مستر فايلر عاد امبارح بعد الاجازه اللي كانت بالنسبه له في سويسرا، زار اسرته ورجع امبارح، ومتواجد طبعا في مقر النادي الاهلي في الجزيره وملعب استاد مختار تيتش عشان يبتدي اولى التحضيرات الخاصه بالفريق للمرحله المقبله. قلت لحضراتكم ان هيبقى في اجتماع ما بين مستر فايلر ومساعديه للوقوف على النقاط المهمه جدا اللي هتساعد الفريق في الاعداد للفتره اللي جايه، سواء فيما يتمثل ببرنامج التدريبات على مدار الاسبوعين تقريبا لحد اول مباراه، وفيما يتعلق كمان بالمباريات الوديه، هل هتبقى مباراه واحده ولا اثنين. كل التنسيق ده هيتم النهارده باذن الله، او تم قبل المران، هنعرف تفاصيله خلال ساعات باذن الله. كمان من ضمن الاخبار شريف معانا، طب كويس نروح للشريف شعبان قبل ما نكلم اخبار الفريق او نكمل اخبار الفريق. يا شريف مساء الخير عليك، تابعت التمرين ولا لا؟
مساء الخير عليك يا زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولازم الاول ابارك لك طبعا بالجائزه وصاحب الفكره طبعا الاستاذ محمود شوقي طبعا 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 صاحب فكره مميزه جدا النادي الاهلي طبعا. وطبعا من بنشكر معالي وزير الشباب والرياضه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي طبعا على تفهمه على طول ولب النداء على طول، حاجه فخر ما يكون الصحفيين والاعلاميين طبعا بيتكرموا في اول حياتهم بيفرق معاهم طبعا. مبروك يا امير وباذن الله الجوائز ما تنتهيش وتبقى دي بسم الله الرحمن الرحيم ليك يعني. ان شاء الله باذن الله، وهو ده اللي الواحد بيفكر فيه، احنا لسه ما عملناش حاجه يا شريف، احنا لسه شباب وما عملناش حاجه في المجال ده. الاهم بقى نكرمك باذن الله. النادي الاهلي الفريق النهارده تابعت المران ازاي؟ قول لي. تمام، خليني اقول لك التمرين كان في الرابعة عصرا يمكن بعد اجازه استمرت حوالي 4 ايام. قبل ما اتكلم في بدايه المران لازم اتكلم على شكل ملعب التتش. عظيم سلام لكل القائمين على ملعب التتش، ملعب التتش حاجه مفخره، ملعب التتش كويس جدا جدا جدا، يمكن استمر غياب النادي الاهلي عن ملعب التتش في اجهزه جديده كنت نويت عنها في مداخلات سابقه، على طول اشتغلت في ارضيه الملعب، ارضيه الملعب بالشكل والمنظر والتخطيط بتاعها، لا لا ما شاء الله بجد ملعب التتش حاجه تفرح. شكرا لكل القائمين على نجاح ملعب التتش، شكرا للاداره التنفيذيه على طول اول باول على طول مهتمه اللي يظهر ملعب التتش بشكل يليق باسم النادي الاهلي. كويس. ثاني حاجه تخطيط استاد ملعب، يمكن الملعب خلاص يمكن بعض الاعضاء او اعضاء او الاعلاميين اللي ممكن يشوف تمرين النادي الاهلي، يمكن اليوم كان اخر يوم ممكن يشوفوا تمرين النادي الاهلي، الملعب خلاص اتغطى بالكامل، من الصعب خالص ان حد يشوف تمرين النادي الاهلي اذا كان اعلاميين او طبعا من اعضاء النادي الاهلي. وخلينا برضو نتكلم العالم كله بيعمل كده، يمكن العالم كله ملاعبه كلها في مكان ما حدش يتفرج عليه، انا ما اعرفش ان المنافس بتاعي ممكن يجي يتفرج على تمرين وانا ما اعرفش. ففعلا وضع طبيعي لاي نادي عاوز ينافس، اي نادي بيبحث عن بطوله، ان لازم يكون التمرين مغلق، الشرط يكون امام اعين الجميع اذا كان منافسين او اذا اعلاميين، واحنا من ضمن الاعلاميين طبعا يعني. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك التمرين كان في الرابعه عصرا، ويمكن مستر فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره يمكن عملوا محاضره في الملعب استمرت حوالي 5 دقائق، اتكلموا فيها عن التركيز بقى في المرحله المقبله، يمكن مرحله قسموا فتره الاعداد، يمكن مرحله اولى في معسكر في الامارات يمكن ناجح بكل المقاييس، فارق جدا مع لاعبي النادي الاهلي. مرحله ثانيه بدات من النهارده اللي هيتخللها باذن الله حوالي مباراتين وديتين او مباراه على اقصى تقدير، لسه ما اعلنش النادي الاهلي عن ميعادهم او مع مين هتكون المواجهات. النهارده تمرين الاهلي بيشارك في حراسه المرمى اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، يمكن اللاعبين كانوا قليلين شويه، يمكن 9 لاعبين بيشاركوا، سعد سمير، ياسر ابراهيم، محمود محمد عبد المنعم، حسين السيد، صالح جمعه، وليد سليمان، مروان محسن، واحمد الشيخ، يمكن والعربي بدري طبعا. يمكن التاهيل كان لحسام عاشور ومحمود متولي وكريم نيدفيد النهارده كانوا في الجيم النهارده ما نزلوش ارض الملعب، يمكن كان في احماء النهارده وترتيب بدني قوي جدا، كان حريص مستر فايلر طبعا ومدرب الاحمال ان يرفع الحمل البدني للاعبي النادي الاهلي علشان خاطر فتره الراحه اللي كانت مستمره ل4 ايام. يمكن اختتم المران بتقسيمه تالق فيها يمكن مصطفى شوبير اللي شارك في التقسيمه احرز 3 اهداف ويبدو انه لاعب قادم، احمد الشيخ، مروان محسن، حسين السيد، وليد سليمان، النهارده تقسيمه ولا اروع ولا اجمل واهداف كلها جميله جدا. في نهايه المران كان في جلسه مع شريف اكرامي مع مستر فايلر استمرت حوالي 3 ساعه في الملعب، جلسه طويله جدا مع شريف، شريف عنده اللغه الانجليزيه كويسه جدا فبيعرف يتكلم بكل بساطه مع المدير الفني. على الجانب الاخر مدير الكره الكابتن سيد كان ايضا مع جلسه مع احمد الشيخ اللي تالق النهارده في التمرين، يمكن ازاره ويمكن اجايه خلال بكره بعد بكره بالكثير هتلاقيهم موجودين في التمرين طبعا بعد ما خدوا اذن من مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي القادم احسن، القادم اقوى باذن الله، معسكر كان ولا اروع ولا اجمل، بدايه فتره الاعداد الثانيه اللي فاتت النهارده باذن الله هتكون برضو على حسب ما الخطه اتعملت مع الجهاز الفني والاداره التنفيذيه ان او الاداره اداره الكوره يعني القصه هتبقى فيها اريحيه الفتره الجايه باذن الله، القصه هتبقى
مبشره الفتره الجايه، وباذن الله باذن الله بدايتنا في مباراه الجونه يوم 25 يكون فوز للنادي الاهلي باذن الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي علينا كل الجديد اللي بيتعلق بفريق النادي واول مران لاستعدادا للمرحله المقبله. وبالمناسبه احنا النهارده هنبقى 45 دقيقه بالظبط، يعني هنخلص 7 الا ربع حلقتنا عشان مباراه مصر ان شاء الله والمنتخب الاولمبي امام المنتخب الغاني في التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، وهيبقى في استوديو تحليلي طبعا بقياده الكابتن اسلام الشاطر بعدينا مباشره. انا عايز اروح لفاصل بسرعه، بعد الفاصل نرجع نشوف اهم اخبار الاهلي في الصحف ايه النهارده. يلا كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو تريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو تريكة بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية، ستكون النهاية دراماتيكية على أحد الفريقين. وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة. ذكرى ما أعتقدش أن حد من جمهور النادي الأهلي ينسى هدف أبو تريكة. زي النهاردة بالضبط من 13 سنة 2006، 11 نوفمبر 2006 محمد أبو تريكة أسعد الشعب المصري كله مش الأهلاوي بس بهدف تاريخي بلقطة زي دي في الدقيقة 93، وانت كنت محتاج الهدف فين؟ في بره ملعبك مع مين؟ مع فريق كبير زي الصفاقسي، وسط جمهور الصفاقسي في ملعب رادس هناك في تونس. جون وسيناريو ولا اروع، لو جون كان جه بدري ما كانتش هتبقى الفرحة زي دي، طبعا كنا هنبقى فرحين باللقب يعني. لكن ابو تريكة كده كده هو دخل التاريخ من اوسع ابوابه يعني، سواء بالجون ده او غيره، ده نجم كبير واسطورة كبيرة في الكرة المصرية والنادي الاهلي يعني. لكن جون ده بالتحديد الواحد كل ما بيشوفه بجد يعني جسمه بيقشعر، ومحدش هيقدر ينساه. 13 سنة عدوا وهنفضل فاكرينه لغايه لما يعني لغايه اخر نفس فينا كلنا كاهلاويه في الحقيقه. وكان اللقب الخامس للنادي الاهلي، لقب غالي جدا جدا جدا، محمد ابو تريكة من خلال مساهمه مع زمايله كلهم في هذا الهدف من الاول، شادي، كابتن شادي محمد، عماد متعب، فلافيو، ابو تريكة جون. ان شاء الله باذن الله السنه دي تكون البطوله رقم 9 للنادي الاهلي، لان احنا مستنيينها بقالنا فتره كبيره كام سنه، وباذن الله يقدر النادي الاهلي يحقق هذا اللقب ويسعد كل جماهيره. اخبار الاهلي في الصحف ايه بقى النهارده؟ يلا شوفها. الاخبار، الراحه خلصت في الاهلي، الفريق يعود لتدريباته اليوم وازمه كولوبالي انتهت. الاهرام، فايلر يطلب التعاقد مع مهاجم قوي وجناح ايسر. الجمهورية، فايلر يناقش احتياجات الأهلي مع صالح. الشروق، فايلر يناقش احتياجات الأهلي مع محسن صالح، تحديد مصير الثنائي، حسم التعاقد مع مدافع ومهاجم أفريقي في يناير، صيانة التتش. المسا، هدرسفيلد الإنجليزي يصدم الأهلي، طلب 145 مليون جنيه لبيع رمضان صبحي نهائياً. فايلر يراقب مهاجمي البطولة الإفريقية لاختيار أفضلهم للقلعة الحمراء. اليوم السابع، إكرامي وعاشور ينتظران تجديد عقديهما في الأهلي، كونسولتو طبي يدرس إصابة متولي، الأحمر يستأنف تدريباته بعد انتهاء الأجازة، غضب من قرارات السلة. المصري اليوم، فايلر يحسم مصير مارسيلو والشيخ ويعد صالح بالفرصة، جلسة بين محسن صالح والمدير الفني لتحديد صفقات الأهلي في يناير، الفريق يستأنف تدريباته وسراج مشرفا على مشروع الاستاد. روزا يوسف، فايلر مش محتاج تدعيم في حراسة الأهلي، المدير الفني يؤكد ثقته في الحراس الثلاثة والأندية تطارد لطفي. الدستور، فايلر يرفض عودة المعارين نهاية الموسم، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للجونة والنجم وغرامة على زيادة الوزن.
الوفد اصابه متولي تجدد ازمات الدفاع الاحمر، الاهلي يفتح خزائنه لاعاده حجازي في الانتقالات الشتويه، الفريق يعود للتدريبات اليوم، صالح يطلب الصلاحيات الكامله لتطوير قطاع الناشئين. الوطن الاهلي يحسب مصير السيد وجيرالدو وجمعه، الفريق يعود لتدريباته، متولي يغيب 3 اسابيع، والنادي يهدد بالتصعيد في ازمه السله. نبتدي بالاهرام، الاهرام النهارده اتكلمت عن النادي الاهلي وقالت ايه؟ قالت ان فايلر يطلب التعاقد مع مهاجم قوي وجناح ايسر. طيب اتجاهات طبيعي ان هي تكون موجوده وفي ذهن المدير الفني وجهازه المعاوي. خلاص متفقين؟ اوكي. الاجتماع هيكون موجود خلال ساعات ما بين الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي مع المدير الفني مستر رينيه فايلر، للوقوف على بعض النقاط الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، سواء فيما يتعلق بالمراكز اللي ممكن يكون محتاجها مستر فايلر في الشتاء بإذن الله في شهر 1، أو بعض اللاعبين اللي ممكن مستر فايلر ما يكونش محتاجهم خلال الفترة اللي جاية. الرؤية هتتضح إمتى بشكل نهائي؟ قريبا جدا، لكن أكيد في استقرار على مراكز. يعني الأهرام النهاردة مثلا بتقول لك إيه؟ فايلر عايز مهاجم قوي وجناح أيسر. مهاجم قوي ممكن يكون الراجل بيفكر في مهاجم قوي، بيشوفه لقطات لعيبه كتير، ممكن يكون هو عنده انطباعات عن لاعبين اصلا من الاول عايز يتعاقد معاهم، كل هذه الامور. وجناح ايسر بيقول لك عشان يعني زي ما مكتوب في الخبر ان انت عندك رمضان صبحي في المكان ده، فانت بتبقى عايز حد يدي دافع قوي لرمضان، او يكون بديل رمضان، او رمضان يكون بديل، لان اي لعيب في النادي الاهلي بيبقى لعيب مهم واساسي. هتقولي معنى كده ان كهربا هو الجناح الايسر اللي جاي للنادي الاهلي؟ هقول لك مش شرط، بس كده هنشوف القصة هتمشي ازاي خلال الفترة اللي جاية. نروح للشروق. فايلر يناقش احتياجات الاهلي مع محسن صالح، ده قلناه وهيكون يعني خلال ساعات، ممكن النهارده بكره يبقى فيه اجتماع. يعني تحديد مصير الثنائي قصدهم على حسين السيد وجيرالدو، وهم بيستنتجوا حسين السيد وجيرالدو لان حسين ما لعبش خالص لسه مع فايلر، جيرالدو لعب مباراة واحدة. فمن وجهة نظر المنطقيه لبعض الاعلاميين والصحفيين ان هم الاقرب ان هم يرحلوا عن النادي الاهلي، لكن ايضا القرار في النهايه بيبقى للمدير الفني. حسم التعاقد مع مدافع ومهاجم افريقي في يناير، بعض الجرايد تقول لك هيبقى مدافع وجناح ايسر او مهاجم وجناح ايسر، وبعض يقول لك مدافع ومهاجم، هيبان اكتر لما النادي الاهلي يعني. صيانه التتش، وزي ما قال لنا الشريف شعبان زميلنا العزيز ان التتش النهارده بيظهر بالصوره المميزه، لكن مش الصوره النهائيه المطلوبه. عشان نتكلم بصراحه هيكون في شغل كبير قوي قوي على موضوع صيانه ملعب التتش، لان ده هيكون شيء مهم جدا واضافه بالنسبه للجهاز او بالنسبه للاعبين بالتحديد. يعني الفريق يستأنف تدريبات اليوم، عوده خماسي من الامارات، كان في 5 طبعا في الامارات واخدين اجازه هناك ورجعوا خلاص. عبد الحفيظ يجري الاتفاق او يجرى الاتفاق على خوض وديتين، ممكن تبقى مره واحده او اثنين، هنشوف الاستقرار في النهايه هيكون على ايه. المساء الريتم بتاعنا سريع شويه عشان نلحق ناخد اكبر كم ممكن من الاخبار النهارده. هدرسفيلد الانجليزي يصدم الاهلي، طلب 145 مليون جنيه لبيع رمضان صبحي نهائيا. طب فين الصدمه في كده؟ ما هو رمضان صبحي طبيعي ان لعيب بقيمه ومهارات وامكانيات رمضان صبحي هيبقى مش ب 5 مليون جنيه يعني، ولا 10 مليون ولا ب 20 مليون، اكيد هيبقى مبلغ كبير. فطبيعي مش لو ده حقيقي، يعني ما عنديش معلومه اكيده ان فعلا هدرسفيلد طلب المبلغ ده، لا لسه الاهلي ما فتحش الملف بشكل رسمي بالنسبه لرمضان صبحي، لكن لو المبلغ ده حقيقي او ان شاء الله يبقى اقل شويه، دي قيمه رمضان صبحي يعني، في صدمه ولا حاجه، معروف رمضان امكانياته عامله ازاي يعني. فايلر يراقب مهاجم البطوله الافريقيه اللي اختار افضلهم الكره الحمراء، ده طبيعي جدا ان انت دايما بتتابع وبتراقب وتشوف اهم اللاعبين. بطولة مثلا زي دي في مصر، بطولة المنتخبات الأولمبية، بطولة الأفريقية للمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، بتشوف ممكن يظهر لعيب يلفت نظرك، تشوفه إضافة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، يعني أكيد لازم بتكون بتتابع يعني. نروح لليوم السابع، إكرامي وعاشور ينتظرون تجديد عقديهما في الأهلي. مش عارف، مش قادر اقتنع بموضوع ان يحق العاشور واكرامي التوقيع لاي نادي بدايه من شهر يناير او مع انتهاء الموسم. مش عارفه ابلعها يعني. نجمين كبار جدا اكرامي وعاشور، الخبر دايما اللي بتقروه ده يعني، ان مثلا ايه حد يكون عقده قرب يخلص فيقول لك ايه اصل هو يحق لينا هو يمضي في شهر يناير. اوكي انا ممكن ابلعها شويه مع اي حد من اللعيبه يعني، طبيعي ده احنا في عصر احتراف، لكن اثنين بتاريخ عاشور واكرامي في النادي الاهلي، وليد سليمان واحمد فتحي، صعب ان هم يفكروا، الا لو النادي الاهلي مش عايزهم هيبقى حقهم ساعتها. لكن في كل الاحوال الملف
كابتن سيد عبد الحفيظ مستني الضوء الاخضر للبدء في بشكل رسمي في هذا الملف من قبل الكابتن محمود الخطيب. يعني هنشوف هيكون امتى، وهم اكيد بيشوفوا التوقيت المناسب في كل الاحوال. كونسلتو طبي يدرس اصابه متولي، اصابه متولي يعني هو محتاج مده اكبر، 3 أسابيع عشان يرجع ان شاء الله بالسلامه. واتكلمنا في الموضوع ده اول امبارح. الاحمر الثاني في تدريباته قلناها، غضب من قرارات السله، قرارات السله ضعيفه جدا في الحقيقه، ولما تيجي تساله تقوله احنا ليه عندنا ازمات على طول؟ لان ما عندناش لوائح قويه وقوانين قويه تحكم كل اللي بيتجاوز حدوده يعني. وللاسف اتحاد كره السله ما حطش في الاعتبار مين اللي ابتدى بالاعتداء في مباراه الاهلي والزمالك لكره السله، فجوانب عديده هنفضل زي ما احنا كده طول ما فيش قرارات قويه، طول ما فيش لائحه قويه ما تستناش حاجه جديده يعني. المصري اليوم، فايلر يحسب مصير مارسيلو والشيخ، ماشي احمد الشيخ دخل في الصوره ويعد صلاح بالفرصه. صلاح جمعة ليه فرصه باذن الله الفتره الجايه، والراجل يعني تابعه بشكل كبير جدا في معسكر دبي، ودي من ايجابيات معسكر دبي للناس اللي بتنتقد المعسكر ده، ادي ايجابيه من ضمن الايجابيات اللي احنا نسبه كبيره هيكون في حسابات فايلر صلاح جمعه. مارسيلو والشيخ ده كلام سابق لاوان، جلسه بين محسن صالح اتكلمنا فيها، الفريق الثاني في تدريباته وسراج مشرفا على مشروع الاستاد، هتتفاجئوا هتتفاجئوا موضوع استاد النادي الاهلي ده باذن الله قريبا. دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وده في الحقيقه بيعمل مجهود كبير جدا، شخصيه مميزه ومجهود مميز جدا منه، وبيحسب في الاخر لمجلس الاداره وبيحسب للنادي الاهلي بشكل كامل. ان شاء الله باذن الله يكون قريبا عندنا استاد للنادي الاهلي، وده حلم كبير قوي بيستناه كل الجماهير الاهلاويه. نروح لروزا اليوسف، فايلر مش محتاج تدعيم في حراسه الاهلي، ده طبيعي جدا، المدير الفني يؤكد ثقته في الحراس الثلاثه والانديه تطارد لطفي. منطقيا الاهلي هيفكر ليه في حراسه مرمى؟ يعني اولا انت عندك الثلاثه مقيدين في القائمه الافريقيه، هتمشي واحد وتجيب واحد عشان تاخد مكان اضافي في القائمه الافريقيه؟ طب ليه وتمشي واحد ليه اصلا؟ انت عندك احسن حارس في مصر دلوقتي محمد الشناوي، عندك نجم كبير جدا في حراسه المرمى في مصر وتاريخ كبير قوي كابتن شريف اكرامي، ولا يقل مستوى عن الشناوي طبعا، الاثنين جامدين قوي بينافسوا بعض بمنتهى القوه، معاهم علي لطفي. معاهم علي لطفي، لان علي لطفي حارس منتخبات، ده لعب اولمبياد على فكره، علي لطفي عنده قدرات عظيمه في حراسه المرمى، فانت مش محتاج تجيب حراس مرمى بالاضافه اللي بيطلعوا من قطاع الناشئين، مصطفى شوبير، احمد طارق سليمان، كذا حد من القطاع يعني مميزين، فانت مش محتاج. الموضوع ده اصلا ما اتطرحش موضوع ان انت تجيب حارس مرمى خلال الفتره اللي جايه. الدستور قالت ايه؟ فايلر يرفض عوده المعارين نهايه الموسم، لسه بدري يعني، الموسم لسه احنا في اوله، ده احنا لعبنا 3 ماتشات بس، مش عارفين هنوصل لرقم 7 في الماتشات امتى مثلا يعني كعدد، يعني انت مش ضامن تأجيلات في الدوري المصري، عادي ممكن في اي وقت بسبب اي حاجه. الاهلي يستأنف تدريباته استعدادا للجونه والنجم، وده مهم قوي، غرامه على زياده الوزن، والنادي الاهلي ما بيهزرش في الحاجات دي، لازم اللعيب يكون واخد باله من نفسه عشان انت في الاخر تلعب باسم النادي الاهلي. موضوع ان انت في الاجازه تستهتر وتاكل كتير وكلام من ده، لعيبه النادي الاهلي عندهم الدرايه الكافيه يعني كل هذه الامور يعني. الوفد، اصابه متولي تجدد ازمات الدفاع الاحمر، طبعا اصابه مؤثره ولاعيب مؤثر ومهم محمود متولي، لكن انت في نفس الوقت بيعود لك سعد سمير، تواجد رامي ربيعه، ايمن اشرف متواجد، عندك مين تاني؟ في حد كمان يا جماعه فكروني، كمدافعين في النادي الاهلي، فبالتالي ما فيش قلق من الجزئيه دي خالص. يعني متولي كنت تعتمد عليه في البدايه في مباراه السوبر، لكن اصابه حصلت ومش موضوع تجددت، هو محتاج فتره اطول يعني من كده. الفريق يعود او الاهلي يفتح خزائنه لاعاده حجازي، انا نفسي طبعا في الانتقالات الشتويه، واكيد حضراتكم نفسكم، نتمنى، هنشوف. الفريق يعود للتدريبات اليوم، صلاح يطلب الصلاحيات، كابتن محسن صلاح يعني صلاحيات الكامله بخصوص تطوير قطاع الناشئين، اكيد صلاحيات موجوده بالتنسيق طبعا مع الكابتن محمود الخطيب، دي امور اداريه احنا بقى ايه هنسيبها لهم، الناس بتنجح في الحقيقه في الملفات دي، احنا نسيبها لهم ونتابع ونشوف وننتظر نجاح النادي الاهلي في كل ملفات، بتحديد ملف ولجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي. نروح للوطن، الأهلي يحسم مصير السيد وجيرالدو وجمعة، نفس القصة خلاص اتكلمنا فيها، مش يعني حضراتكم ألميتوا بالموضوع. الفريق يعود للتدريبات ومتولي يغيب، ماشي، النادي يهدد بالتصعيد في أزمة السلة، هنشوف قرارات النادي الأهلي ممكن تكون إيه في هذا الخصوص يعني. طيب دي كانت أخبار الأهلي في الصحف، هروح بقى اشوف الاخبار المحليه والعالميه لان ده مهم جدا بالنسبه لي، وعندنا امور عديده هنتكلم فيها، يلا بينا. بوابه الشروق، اليوم صلاح ينضم للمنتخب الوطني لاول مره تحت قياده البدري. موقع الكابتن، البدري يجرب اكثر من طريقه لتجنب المفاجات امام كينيا. بوابة الأهرام، برزنتيشن، توزيع تذاكر مجانية لحضور لقاء مصر وغانا اليوم.
الجمهورية أونلاين، تعليمات أخيرة من شوقي غريب للاعبي مصر قبل مواجهة غانا بساعات. اليوم السابع طارق مصطفى، ندعم المنتخب الأولمبي أمام غانا والمباراة صعبة طبعا. سوبر كورة، الكاف يختار تصدي محمد صبحي ضمن أفضل 3 تصديات بالجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا. بوابة المصري اليوم، مدرب نيجيريا، المباراة أمام زامبيا ستكون ممتعة. بوابة أخبار اليوم، مدرب زامبيا جاهزون للفوز على نيجيريا رغم صعوبة المباراة. في الجول، مدرب كوت ديفوار لا يحق لأحد التعليق على خططي وسنخاطب الفيفا. صدى البلد، مدرب جنوب أفريقيا نسعى للفوز على كوت ديفوار بكل الطرق المتاحة. موقع بطولات، بعد اهتمام ميلان محمد النني يوضح موقفه من الاستمرار مع باشكتش. موقع كورة، والد نيمار ينهي مسلسل العودة لبرشلونة. طيب نبتدي ببوابة الشروق، واللي بتتكلم عن المنتخب الوطني الأول وبالتحديد انضمام محمد صلاح نجمنا المصري المحترف ليفربول، ومبارك له طبعا على الفوز امبارح على ليفربول على مانشستر سيتي طبعا 3-1 وهو احرز الهدف الثاني. فبالتالي طبعا انضمام المنتخب اول مره تحت قياده الكابتن حسام البدري، احنا عارفين انه كان اعتذر او يعني كان مصاب المعسكر الاولاني، فالمره دي هو موجود وان شاء الله يكون اضافه طبعا، واكيد هتكون اضافه للمنتخب الوطني الاول. هو على فكره عنده اصابه برده بعد مباراه مانشستر سيتي امبارح، حط ثلج على الانكل، فبالتالي هيبقى هنشوف حاله محمد صلاح هل هيقدر يشارك في المباراه بتاعت كينيا وجزر القمر ولا لا، او مباراه منهم هنشوف يعني. طيب عايز سريعا قبل ما اكمل كلامنا نقول تشكيل المنتخب الاولمبي النهارده، مباراه هتنطلق الساعه 9 مساء مع غانا في تاني جولات دور المجموعات والتصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. مباراه غايه في الاهميه بعد ان فزنا طبعا في المباراه الاولى 1-0 على مالي، اداء كان سيء ان شاء الله نشوف اداء جيد النهارده، لكن النتيجه طبعا كانت اهم ان شاء الله، برده الاهم يكون النتيجه كويسه النهارده. تشكيل منتخب مصر، حراسه المرمى محمد صبحي، الدفاع اسامه جلال ومحمد عبد السلام واحمد رمضان بكم وكريم العراقي واحمد ابو الفتوح، يعني دول لحد دلوقتي هم الوسط عمار حمدي واكرم توفيق ورمضان صبحي، عمار حمدي مكان ناصر ماهر عشان مصاب. الهجوم صلاح محسن ومصطفى محمد. اذا التشكيل هو التغيير الوحيد هو طبعا بعد اصابه ناصر ماهر نزل عمار حمدي يعني من بدايه اللقاء، وكان نزل طبعا في المباراه مع 15 او 16 من المباراه السابقه امام مالي، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. طيب نعلق على بعض الاخبار سريعا ولا خلاص كده وقتنا يا جماعه؟ طب ناخد خبرين في السريع. الكابتن، موقع الكابتن، البدري يجرب اكثر من طريقه لتجنب مفاجات امام كينيا. طبعا كابتن حسام بدري انا بثق فيه في الجوانب الفنيه، كلنا بنثق فيه لانه مدرب عنده خبرات كبيره جدا افريقيا وفي كل حاجه في الحقيقه، انا اتمنى له كل التوفيق واكيد هيكون ليه رؤى فنيه واستراتيجيه معينه للماتشين اللي جايين. هاخد خبر كمان اخير لان ده مهم قوي، بوابه الاهرام برزنتيشن بتقول ان هي بتوزع تذاكر مجانيه لحضور لقاء مصر وغانا اليوم، يعني مش هتدفع اي رسوم يعني للتذاكر، انت بس كل الشرط اللي انت عشان تدخل الملعب ايه هو، ان انت يبقى معاك الفان اي دي، الفان اي دي وهتاخد التذكره تخش من غير ما تدفع اي فلوس، فده شيء مميز لان احنا عايزين عدد اكبر من الجماهير المصريه في بطوله الامم الافريقيه، المنتخب الاولمبي بالتحديد ومنتخبنا الوطني. نتمنى له يا رب كل التوفيق في مباراه اليوم امام غانا، وان شاء الله يكون موفق ويكسب عشان يضمن صعود لدور قبل النهائي، وهيبقى تحدي اكبر ومباراه اصعب مباراه في البطوله مباراه قبل النهائي، لان دي اللي هتاهلك باذن الله لو كسبت، بخلاف ان انت تنافس على اللقب ان انت توصل لطوكيو 2020، وده الهدف الاساسي والاسمى والاهم. بعد قليل الاستوديو تحليلي مع كابتن اسلام الشاطر لهذه المباراه من خلال قناه النادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، بكره عندنا حلقه جديده ان شاء الله، استنونا. الى اللقاء.